النذر المطلق، كأن ينذر نذرا مطلقا ولم يسمي، كأن يقول نذر علي ويسكت. فإذا قلنا ما هو هذا النذر الذي عليك؟ قال قلت هذه الكلمة، كلمة نذر علي، فماذا أصنع؟ فنقول عليك كفارة يمين. ويستدل عليه العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين.